أوراق السيارة، رخصة السياقة، سيرية المفعول، شهادة التأمين، شهادة التسجيل الإلكتروني يعني بطاقة رمادية، وشهادة الفحص التقني. السلام عليكم متابعي القناة سوق السيارات المستعملة للبيع، مرحبا بكم في فيديو جديد سوق السيارات مدينة خويبة. الناس اللي غيشوفونا أول مرة ما تنساوش ديروا الاشتراك في القناة، تركوا التعليقات ديالكم على أنواع السيارات المعروضة ديالنا للبيع. كما تلاحظوا ايديس اسانس مضي ديالها 2012. كتلاحظوا كانوضر النوفو ديالها، كما كتلاحظوا الزاج ديالها بربعة دوريجين في نفس السيري. نشوفوا السيارة من الداخل، ايديس موديل 2012، فيها لاكليم، سيارة إيسانس اقتصادية، بوطة ديالها مانيال، سيارة كما كتلاحظو بقنقية، الزاج ديالها لورالي مانيال، أمامي إلكتريك. الصالون ديالها كما كنلاحظو باقي نقي، كيلومتراج ضربة 96,000. إيديس موديل 2012، الثمن ديالها 6 مليون. القوة رقم هاتف سحب السيارة في صندوق الوصف. كما كتلاحظو الميطرة ديالها صغيور، إيسانس 3500 درهم، لافينيت. كتلاحظو كالوندر ديالها كلشي دوريجين، جامي أكسيدونتي.
كل لحظة الحروف يا لالي شوفوا لي بني سكر بيجو 308 ديزل موديل 2012 تم ديال 8 مليون اونص العامرة في اجورات الومنيوم الزاج الكتريك بربعة فارسوكور كما كنلاحظو السيارة ديالنا اقتصادية في المازوت 6 الخيل الضريبة ديالها السنوية 650 درهم 4 البيبان كما كتلاحظوا الصباغه ديال الاولى الصباغه ديال الدار شوفوا السياره من الداخل طرواسونويت موديل 2012 لاكريم بواطة ديالها مانيال سانكيما الصون ديالها كما تلاحظو باقي جديد كما تلاحظو السيارة باقي جديدة زاج الكتريك بربعة لاكريم كما كتلاحظو الفولو خاوي كتلاحظو هنا ليميتور ريغيلاتور دو فيتيس السيارة ديالنا اقتصادية كما تلاحظوا السيارة ديالنا باقا جديدة كما كتلاحظوا الموطور ديالها السيارة باقا نقية كما كتلاحظوا انتعاش السوق السيارات في مدينة خريبة Thank you.
كيما لاحظتوا السيارة ديالنا طرواسون ويت ديزل 8.5 مليون، تم ديالها قابل للتفاوض كما كنلاحظو مباشرة معكم. سوق السيارات المستعملة مدينة خريبة، اللي بغا شي سيارة كتبولي في التعليق شوفولي الثمن أو الموديل. بولو موديل 2014 ديوانة 2019، كيلومتراج ماشي 136,000، الثمن ديالها 12 مليون. السيارة بقى جديدة، سيلندر كما كنلاحظو بولو ديزل 3 سيلندر موديل 2014 ديوان 2019، ماشي 136,000، الثمن ديالها 12 مليون، اونس جوانت ألمنيوم. تلقاو رقم المتابعة في السيارة بوشة في صندوق الوصف. ثم معنا مباشرة معكم سوق سيارات مدينة خريبكا. الناس اللي شفونا أول مرة ما تنساوش ابوناو وتبارطاجيو ودير لايك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.